الغروب يا محمود. دي من عيوب واحة الغروب. واحة الغروب زي ما عبد الله قال بالظبط، ايقاعه كان غريب جدا وغير مستوي. يعني حتى لو هو مسلسل صادق مع نفسه في انه مسلسل ايقاعه بطيء فوق الستين زي ما عبد الله قال، كويس خلاص هنتفق على ذلك ونهدى مع الايقاع بتاعه ونعرف ان احنا ممكن ريلاكس واحنا بنتفرج. ولكن المسلسل جيم اعتقد ما بين الحلقه 10 و15 تقريبا، وفجاه بقى فيه دفعه احداث وفي حركات كتير وفي اصابه كبيره وفي توتر وفي ما اعرفش مين، وبعدين فجاه نرجع نهدى خالص. المسلسل عابه جدا فكره ان هو كان بيقتبس من الكتاب في شكل مونولوجات الشخصيات بتقولها في تفكيرها او في مذكرتها او في حاجه زي كده. هو ده اللي الحقيقه كنت اقصد ان انا يعني اتناوله، بلاش اقول التريق عليه في الحته دي. طيب النص حلوه قوي. هل دي مشكله السيناريو؟ يعني طبعا. اتنين اشتركوا في كتابه السيناريو، تعتقد ان دي المشكله؟ اللي على فكرة هم مش اتنين اشتركوا في كتابة السيناريو، هي مريم نعوم مع أحمد بدوي كتبوا أول 15 حلقة وهلا الزغندي كتبوا ال 15 حلقة التانيين. الفريقين. طب ومعقولة الاتنين مشوا في نفس الطريق؟ لا. كل حد فيهم على ما يبدو من خلال الشاشة كان عنده رؤية، كان عنده وجهة نظر، كان عنده فهم للقصة، كان عنده تناول للقصة. ومع ذلك هم اجتهدوا، أو على الأقل هلا اجتهدت في إن هي تحافظ على ما أرسته مريم نعوم من حيث أدوات السرد. أعتقد أن ده الموضوع اللي باين في حتة الخطب دي، لأن هالة استمرت عليه وإن كان واضح قوي أنها بتحاول تتمرد عليه في بعض الأحيان. كانت بتحاول في بعض الأحيان أنها ما تعملوش أو تسيبه لفترات طويلة، ولكن كانت لازم ترجع له لأنه أصبح أداة سرد متواجدة معنا ما ينفعش تخلي عنه. ولكن ده لا يبرئ هالة الزغندي على الإطلاق. المسلسل برضه في مشاكل في ال 15 حلقة التانيين، هي ما كانتش بالمعنى البلدي متورطه فيه، كانت ممكن تعرف تطلع منهم، لكن في فوضى. واحة الغروب للاسف كان فيه فوضى كتير، وده من المسلسلات اللي انا موافق في عبد الله اللي احنا ينفع نقصه عليه لانه كان عنده كل مقومات النجاح. في مسلسلات تانية نيجي نتفرج عليها نقول كتر خيرهم. مين اللي قلت كتر خيره؟ مين نقول كتر خيره؟ رايح المدام نقول لهم كتر خيرهم. المسلسل كوميديا، لا بلاش نقول كوميديا، دراميا عليه ما عليه، كوارث وبلاوي وكل حاجه في الدنيا، ولكن هو المسلسل الكوميدي الوحيد اللي نقدر نقول ان هو التزم بمهمته الرئيسيه. هو جاي يقول نكت، هو جاي يضحك، هو جاي يقدم اكرم حسني واحمد فهمي وهم مع بعض بيتريقوا على بعض وبيعملوا مقالب وبيعملوا حاجات زي كده. المسلسلات الكوميديه الاخرى كان عندهم اولويات تانية او حاولوا ان هم يصيبوا اكثر من هدف، فانتهى بيهم الامر ان هم لم يصيبوا اي هدف. خلصانه بالشياكه اجتهد جدا 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 في مقاومات الصوره، في مقاومات الديكور، في مقاومات الخدعه، لدرجه ممكن نقول بمنتهى البساطه ان احنا ما شفناش زيها قبل كده في التلفزيون. وده يعني صيغه مبالغه ولكن مقصوده. انا اتفرجت على بعض اللقطات الواسعه في خلصانه بالشياكه، انا ما اعرفش الديكور بيخلص فين والخدعه بتبتدي منين، وده شيء متقن جدا ان احنا نتفرج عليه، لولا ان احنا عارفين ان ده اكيد شيء خيالي كنا صدقنا ان هو اتبنى او صدقنا ان هو موجود. وده ابداع، بس الناس لما كانت بتتفرج ما كانتش عايزه تتفرج على احسن برودكشن ديزاين. هي كانت عايزه تتفرج على احمد مكي وهشام ماجد وشيكو بيضحكونا، وده للاسف كان قليل، ما كانش بالقدر اللي الناس متصوره. ياسمين عبد العزيز ما اتفرجتش عليه للاسف، واعتقد ان الشعب المصري كله شاركني في هذا الموضوع. مع ان ياسمين عبد العزيز يعني لا، في ناس شافوه والله وكانوا بيحبوه. بس مش بالكثافه اللي كانت متوقعه. خالص. تعتقد ليه يا عبد الله؟ لا انا بقول اعتقد انه لا، ما فيش ناس كتير اتفرجت عليه. واستغربت اكتر ان ياسمين طلعت قالت انا رقم واحد، يعني طلعت في يعني جابت عملت مؤتمر صحفي، جابت صحفيين مصر كلهم وقالت لهم انا رقم واحد، وقالت لكل الصحفيين نكتبوا ده مانشيت. سبحان الله، نزل يوم كامل كده ياسمين عبد العزيز في كل الجرايد انا رقم واحد. بس ازاي يا ياسمين؟ ما هو احنا عندنا مشكله، ما هو في ناس ما بتتفرجش على التلفزيون بس في مشاهدات كبيره على اليوتيوب ده او على مواقع ده. دي اوضح بقى، دي ارقامها على عينك تجري. وما كانش رقم واحد في اليوتيوب، ما كانش رقم واحد. طب كفر دلهاب كان كويس، بس انا بمناسبه شيكو وهشام ماجد هرجع على طول كفر دلهاب. بس انا ما فهمتش في المسلسل هم كانوا عايزين يضحكونا، يعني فكره الضحك بطريقه مقززه ما كانتش حاجه كويسه. صحيح. ان انا اقعد حلقتين اعلم شيكو سوري قدام الناس كلها ازاي يتقرع حلقتين كاملين ليه؟ سوري على يتقرع ده، انا فاكرك هتقول اللي بعد كده. هو كان اكتر من كده بس يعني ليه اعمل حلقتين اعلم شيكو ازاي يتقرع؟ يعني ليه؟ هستفيد ايه؟ ايه الضحك اللي فيه؟ وزمن الحلقات في خلصانه بالشكل كان مخجل في بعض الاحيان. وفي كفر دلهاب وفي كفر دلهاب نفس الكلام. بما اننا نروح كفر دلهاب، ازاي حلقه في مسلسل، طب هو مش عاملين حسابهم ان المسلسل ده هيتعد؟ يعني مش يعني انا في رمضان اوكي عندي الاعلانات، هقعد اعيد في اعلانات، هعمل ساعه الا ربع اعلانات، وبمسلسل يقعد ربع ساعه. تمام
انا لما المسلسل ده يتعرض بقى بعد رمضان يعني لما يتعاد دلوقتي لما الحلقه تبقى ربع ساعه ايه اللي يعني طب الساعه البرامجيه في المطبخ وترجع تبقى الحلقه خلصت الساعه البرامجيه القناه هتعمل فيها ايه يعني ايه مسلسل مدته ربع ساعه طيب في المشاهده بقى ما هو جايز عشان هو ما اعملش حشو كتير فانا بقدم لك دراما سريعه وملايين شافوه على اليوتيوب بص يوسف الشريف ومحمد رمضان الاثنين الوحيد في مصر دلوقتي كممثلين عندهم التراز زي الاهلي والزمالك كده في نسبه نجاح مسلسلهم مضمون حتى لو المسلسل وحش بيعرفوا يروجوا لنفسهم صح بيعرفوا يعني خلاص عارفين في ناس عندهم في جيش وراهم كده هيخلي كل يوم عندهم ترند هيقعد يقول ايه ان المسلسل ده وحش مش عارف ايه بس شابوه يوسف الشريف يعني شابوه يوسف الشريف دي ماشيه معانا لغايه دلوقتي مكمله يعني اللي هو مثلا عمرو جمال جاب جونين للاهلي فنقول شابوه يوسف الشريف اللي هو احمد السقا اعلى ايرادات شابوه يوسف الشريف مكمل ومحمد رمضان هو اللي اخترع الحكايه دي السنه اللي فاتت ايوه بس دي جايه منين ان ما كانتش بجد يعني الالتراس ده يعني بيحب بجد طبعا طبعا